السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد متابعي قناة Infinity Learn Academy. والنهاردة هنبدأ عمل مراجعات شاملة لكل صف من الصفوف، وهنبدأ اليوم بالصف السابع لمادة الرياضيات الفصل الدراسي الثاني. تابعوا معانا الفيديوهات القادمة لجميع الصفوف على أساس نتدرب على الاختبار ونشوف طريقة حل الاختبارات. يلا بينا نبدأ الشرح. عادة في الاختبارات بيكون السؤال الأول هو سؤال اختر من بين البدائل المعطاة، وبيكون مكون من 8 مفردات. تعالوا نشوف طريقة حل كل سؤال وطريقة الإجابة المناسبة عليه. أول سؤال بيقول: ما درجة الحدودية س تربيع زائد 4 س ناقص 9؟ يعني إيه كلمة درجة؟ الدرجة لما بنيجي نمسك أي حد من الحدود، يعني مثلا هنا س تربيع زائد 4 س ناقص 9، هذا مقدار مكون من 3 حدود. ادي الحد الاول، ادي الحد الثاني، ادي الحد الثالث. الدرجة هي مقدار ما يحتويه الحد من الرموز، او بنشوف عنده كم رمز. يعني مثلا هنا س تربيع، ده معناه س ضرب س، يعني عنده رمزين، يعني هذا الحد الجبري من الدرجة الثانية. طيب وهذا الحد عنده س واحدة فقط، 4 ضرب س عنده س واحدة فقط، يعني من الدرجة الأولى. وهذا الحد 9 ما عنده س أبدا، يعني من الدرجة الصفرية. لاحظ إن اهتمامنا بالسين أو بالعامل الرمزي، بنهتم بالعوامل الرمزية اللي هي السين أو الصاد أو أي حرف آخر. فبالتالي لما لقينا الحدود هنا، الحد ده من الدرجة الثانية، واللي بعده من الدرجة الأولى، والأخير من الدرجة الصفرية. يا ترى درجة الحدودية هي الدرجة الكام؟ ناخد أعلى درجة اللي هي الدرجة مين؟ الدرجة الثانية. واضح؟ يعني بنشوف كل حد من الدرجة الكام، وبناخد إحنا أعلى درجة. لاحظوا إن في بعض المسائل بيحاول خداعك، يعني مثلا بيكتب لك 3 س تربيع ناقص 5 س تكعيب زائد 9 أس 5. في بعض الطلاب نسألهم ما هي درجة هذه الحدودية، يروح على طول قايلين لنا الدرجة الخامسة. ليه؟ طبعا هو نظر إلى 9 أس 5، وعشان كده قال الدرجة الخامسة. وإحنا اتفقنا إن الدرجة مرتبطة بالرموز، ما لها علاقة بالأعداد. يعني لازم أنظر إلى الرموز، يعني هنا س تربيع وهنا س تكعيب، يبقى دي من الدرجة الكام؟ من الدرجة الثالثة، لأن أعلى درجة هنا هي الدرجة الثالثة. طب وتسعة أس خمسة هذا؟ طبعا من الدرجة الصفرية، لأن ما عندها رموز أصلا. يبقى انتبهوا للدرجة، وده سؤال بيتكرر كتير في الاختبارات. وتعالوا نشوف السؤال اللي بعده. أي مما يلي يمثل حلا للمعادلة 8 س ناقص 6 تساوي 3 س زائد 4؟ طيب 8 س ناقص 6 بتساوي 3 س زائد 4. لازم تعرفوا ان المعادلات من الاشياء المهمة جدا جدا في اختبار الصف السابع، وايضا في اختبار الصفوف الاعلى منه، لانها شيء بيتكرر باستمرار. طيب ازاي احل هذه المعادلة؟ عشان اقدر احل المعادلة لازم اوجد قيمة السين، وعشان اوجد قيمة السين لازم يكون السينات مع بعض. فانت لاحظت ان هنا في سين وهنا في سين، وده معناه ان لازم واحدة منهم تنتقل عند الاخرى. فبالتالي اكتب 8 س واعمل عملية نقل لل3 س جنب ال8 س. بس انتبه، اي شيء بينتقل من طرف الى طرف اخر لازم نغير اشارته. يعني ال3 س هنا بالموجب، لازم تيجي هنا بالسالب، يبقى سالب 3 س. كده خلاص نقلناها. تبقى مين؟ تبقى موجب 4، او تبقى 4. ايضا نفس العملية اللي احنا عملناها، هننقل السالب 6 عند الموجب 4 بعكس الاشارة، يعني سالب 6 هتكون موجب 6. لاحظ عملية التبديل دي مهمة جدا، ان انا انقل السين جنب السين وانقل الرقم جنب الرقم. ولاحظ ان اي شيء بينتقل لازم نغير اشارته. طيب بعد كده نبدأ عملية طرح او جمع الحدود المتشابهة على حسب الاشارات. هنا 8 س ناقص 3 س هيديني 5 س، وهنا 4 زائد 6 اشارات متشابهة نجمع
يديني موجب 10. دلوقتي تلاحظ السين امامها كم؟ امامها المعامل 5، يعني الرقم اللي امامها 5 لازم اقسم عليه عشان اتخلص منه. فبالتالي 5 على 5 بواحد، يتبقى لي سين تساوي 10 قسمة 5 بكام؟ باتنين. وده معناه ان السين بتساوي 2. نختار الإجابة اللي هي بقى. يبقى دايما حاول تركز على اختياراتك واتدرب على المعادلات بشكل كويس لأنها مهمة جدا. هنا بيقول لي إذا كانت 3 و9 ولام هي متتالية حسابية. ما معنى كلمة متتالية حسابية؟ المتتالية الحسابية هي متتالية بتزداد بمقدار ثابت أو بتقل بمقدار ثابت. يعني مثلا لاحظنا إن دي 3 وصلت إلى 9، طيب يعني زودنا كام؟ يعني زودنا 6. فبالتالي لما أجي أزود مرة تانية لازم برضو أزود 6، يبقى 9 زائد 6 كام؟ 15. يبقى المفروض اللام هنا قيمتها 15، لأن المتتالية الحسابية بنزود بمقدار ثابت أو بننقص بمقدار ثابت، ولو كانت هندسية بنضرب أو بنقسم. تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده. ما المضلع المحدب فيما يلي؟ معناه ايه المضلع المحدب؟ المضلع المحدب هو مضلع جميع زواياه اقل من 180 درجة. كل زاوية من زواياه اقل من 180 درجة. يعني زواياه بتكون يا اما حادة او قائمة او منفرجة. طيب، والمضلع المقعر اللي هو عكسه، المضلع المقعر هو مضلع به زاوية على الاقل اكثر من 180 درجة. يعني بتكون زاوية منعكسة. تعالوا نشوف الاختيارات اللي موجودة أمامنا، الألف والباء والجيم والدال. هتلاحظوا إن الباء ليس مضلع، لماذا؟ لأن الباء به خط منحني. ما هي شروط المضلع؟ شروط المضلع إنه يكون أولاً شكل هندسي مغلق، أدي الشرط الأول، لابد أن يكون مغلق، ويتكون من قطع مستقيمة، يعني ليس به خطوط منحنية، وأيضاً يحصر منطقة واحدة، يحصر منطقة واحدة، فبالتالي هذا الشكل باء ليس مضلع. طيب يبقى ألف وجيم ودال مضلعات، ولكن لو لاحظنا هنا هتلاقوا إن الألف جميع زواياه دي حادة ودي منفرجة، دي حادة ودي منفرجة، يعني أقل من 180 درجة، يبقى ده إذن هو المحدب. ولكن لو لاحظنا هذه النجمة هتلاحظوا إن فيها زاوية هنا منعكسة أكبر من 180 درجة، وفيها أكثر من زاوية منعكسة، يعني هذا مقعر. برضو أيضا الشكل الأخير به زاوية منعكسة، يعني برضو نفس الشيء مقعر. ودايما تعرف المقعر برضو بطريقة أخرى، لو لفينا خيط عليه ما بيلمس جميع رؤوسه، في رؤوس بتكون داخل ما يقدر يلمسها، أما المحدب لو لفينا عليه خيط بيلمس جميع رؤوسه. يبقى ركزوا على المضلع المحدب والمقعر لأنه بيجي كتير في الاختبارات. طيب في الشكل المقابل كم تساوي قيمة الزاوية أو قيمة س؟ في الشكل المقابل كم تساوي قيمة س؟ لاحظوا دايما الشكل ده هو عبارة عن خطين متوازيين وفي خط ثالث قاطع لهما. هتلاحظ دايما انه بيتكون زوايا يا اما زوايا متناظره، زي مثلا الزاويه هذه وهذه متناظره. ما معنى متناظر؟ يعني في نفس المكان وفي نفس الاتجاه بالظبط، وده معناه ان هما زوايا متساويه في القياس، او زوايا متبادله زي حالتنا اللي احنا هنحلها دلوقتي. الزوايا هنا 2 س و 60 ناقص س، هنا زوايا متبادله وبرضه الزوايا المتبادله متساويه، فبالتالي هنعملهم معادله ونحلهم على طول. هنقول 2 س تساوي 60 ناقص س، وزي ما اتعلمنا في المعادلات لازم انقل الس عند الس بعكس الاشاره، يعني 2 س هنا دي سالب س تكون هنا موجب س يساوي 60. هل في ارقام هنا ننقلها؟ لا، ما فيش ارقام، يعني 60 لوحدها. 2 س زائد س يعطينا كام؟ يعطينا 3 س. خلي بالك لان هنا في واحد بس مش مكتوب، يبقى 2 زائد 1 3 س بتساوي كام؟ بتساوي 60. الحين نقسم على 3، يبقى س تساوي 60 قسم 3، ممكن نقسم 6 على 2، 6 على 3 فيها ال 2 والصفر ينزل، يعني س بتساوي 20، واجابتنا بتكون 20. يلا نكمل بقيه الاسئله. السؤال السادس بيقول في الشكل المقابل ما قيمه الس؟ لازم تنتبه لشيء مهم جدا. الزاوية هنا قائمة 90 درجة، شايفين العلامة دي؟ علامة الزاوية القائمة 90 درجة، وده معناه إن الزاويتين دول مجموعهم 90 درجة، اللي هي س و31 لازم يكون مجموعهم 90 درجة، فإذا أنت عايز الس لازم تطرح من 90، أو تكتب س
زائد 31 بتساوي 90، لأن الزاويتين دول بيشكلوا زاوية قائمة. يبقى تودي ال 31 الطرف الثاني بعكس الإشارة، يبقى س بتساوي 90 ناقص 31. نقدر نطرحها بكل سهولة، الصفر ناقص واحد ما ينفع، نستلف دي تكون 8 ودي تكون 10، 10 ناقص 1 9، و8 ناقص 3 كام؟ 5، يعني 59 درجة، والإجابة بتكون ب. خلي بالك إن إحنا هنا طرحنا من 90 لأن دي زاوية قائمة. ممكن يجيب لك شكل بطريقة تانية، يجيبها لك زاوية مستقيمة ويعطيك مثلا قيمة هنا 31 ويقول لك هات مثلا قيمة السين. هنا الزاوية المستقيمة 180 درجة، يعني لازم يكون مجموعهم س زائد 31 بيساوي 180 درجة. يلا بينا نحلها. يبقى س تساوي، نطرح 180 ناقص 31، هنا برضو صفر ناقص واحد ما ينفع، نستلف ال 8 دي تكون 7 والصفر يكون 10، 10 ناقص 1 يعطينا 9، و7 ناقص 3 يعطينا 4، والواحد دي ينزل يعني 149 درجة، ده لو كانت الزاوية 180 درجة. ننتقل إلى السؤال رقم 7، ما المساحة الجانبية لمتوازي المستطيلات الذي أبعاده 2 سنتيمتر و4 سنتيمتر و5 سنتيمتر؟ أنتوا عارفين إن متوازي المستطيلات هو عبارة عن شكل مجسم ثلاثي الأبعاد، كل أوجهه على شكل مستطيلات، وله طول وعرض وارتفاع. فأنا عندي الأرقام اللي هي أبعاده اللي هي الاثنين والأربعة والخمسة تدل على الطول والعرض والارتفاع، يعني مثلا العرض هيكون 2 والطول مثلا هيكون 4 والارتفاع هيكون 5. طيب هو عايز المساحة الجانبية، المساحة الجانبية لها قانون، المساحة الجانبية تساوي محيط القاعدة ضرب الارتفاع. طيب القاعدة بتاعته على شكل ايه؟ على شكل مستطيل، ومحيط المستطيل هو الطول زائد العرض، يعني ضاد زائد لام، بعدين نضربها في 2، هذا هو محيط القاعدة. ضرب الارتفاع اللي هو ايه؟ اللي هو العين. طب يلا الطول زائد العرض يعني 2 زائد 4 يعطيني كام؟ يعطيني 6، بعدين نضربها في 2، يبقى 2 نفتح قوس الطول زائد العرض يعني 2 زائد 4 ضرب الارتفاع اللي هو 5، 2 زائد 4 6، 6 في 2 بكام؟ ب 12، بعدين نضرب 12 في 5 تطلع الإجابة 60 سنتيمتر مربع، ودي المساحة الجانبية. طبعا القوانين الخاصة بمتوازي المستطيلات لازم تحفظها، زي المساحة الجانبية والمساحة الكلية والحجم، فلازم تراجع القوانين لأن السؤال ممكن يجي لك على المساحة الكلية أو على الحجم. تعالوا ننتقل إلى السؤال اللي بعده، السؤال الثامن، مكعب حجمه 125 متر مكعب ما طول حرفه؟ أيضا المكعب هو عبارة عن مجسم ثلاثي الأبعاد له 6 أوجه كلها على شكل مربعات، وله قوانين والقوانين دي مهمة جدا. مثلا قانون الحجم اللي هو عايزه، الحجم بيساوي لام تكعيب، لام تكعيب بتساوي كام؟ بتساوي 125. أنا عايز طول الحرف، يعني عشان أجيب طول الحرف لازم أجيب الجذر التكعيبي لل 125. طب إزاي أجيب الجذر التكعيبي لل 125؟ بالتحليل. ممكن أحلل ال 125 على الخمسة فيها 25 على الخمسة فيها الخمسة على الخمسة فيها الواحد، لما حللناها طلعت كام؟ خمسة، طلعت 3 5. بعد التحليل اتضح لنا ان طول الحرف 5، لان الجذر التكعيبي لل 125 5، اختار الاجابة الصحيحة 5. اي مكعب عندك حجمه لو عايز طول الحرف لازم تجيب الجذر التكعيبي، والجذر التكعيبي ممكن تجيبه بالتحليل. طيب في معلومة مهمة ممكن تنفعك، في بعض الارقام اللي هي ليها جذر تكعيبي وبتيجي باستمرار في الاختبارات، لو انت عرفتها تسهل عليك كتير. تعالوا نشوفها. الارقام دي هي الجذر التكعيبي للواحد معروف بيساوي 1، الجذر التكعيبي للثمانية بيساوي 2، الجذر التكعيبي لل27 بيساوي 3، والجذر التكعيبي لل64 بيساوي 4، والجذر التكعيبي لل125 بيساوي 5، والجذر التكعيبي لل216 بيساوي 6، والجذر التكعيبي ل343 بيساوي 7، والجذر التكعيبي ل512 بيساوي 8، والجذر التكعيبي ل729 بيساوي 9، والجذر التكعيبي لل1000 بيساوي 10.
دي ارقام مشهوره في الاختبارات، بتيجي كتير في الاختبارات، ممكن لو انت عرفتها تحل بسرعه، وممكن ما تحتاجش للتحليل في الموضوع وتحل الاجابه بسرعه على طول. تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده. طبعا كده الاسئله الموضوعيه انتهت، تعالوا نشوف الاسئله المقاليه. اذا علمت ان 8 ناقص 6 س ناقص 5 س اس 4 زائد 5 س اس 2 تمثل حدوديه. اولا ما معنى كلمه حدوديه؟ الحدوديه معناها ان س ما تكون في المقام وايضا لا تكون تحت الجذر، هذه معنى كلمه حدوديه. طيب اكتب الصوره القياسيه. ما معنى الصوره القياسيه؟ الصورة القياسية هي ترتيب الحدود على حسب درجة كل حد من الأعلى إلى الأقل. فمثلا أنا عندي هنا دي مكونة من أربع حدود، 1 2 3 4، مين أعلى درجة فيهم؟ أعلى درجة فيهم اللي هي سين أس 4. يبقى هذا هو أول حد ممكن أكتبه، يبقى سالب 5 سين أس 4. لاحظ أن الإشارة هنا سالب، كتبتها، أوعى تنسى الإشارة. بعدين مين اللي بعده؟ خلاص خلصنا ده، مين اللي بعده؟ السين تربيع، يبقى موجب 5 سين تربيع. مين اللي بعده؟ السين، يبقى سالب 6 سين. واخر حاجه الحد اللي هو ما عنده سين اللي هو 8. لاحظ هو ده الترتيب، الترتيب ان انت تبدا بالدرجه الاعلى ثم الاقل ثم الاقل الى ان تنتهي. اوجد قيمه الحدوديه عندما سين تساوي 1. ما معنى سين تساوي 1؟ سين تساوي 1 يعني نعوض مكان السين بالواحد. يعني نقول سالب 5 ضرب، بدل ما اقول س اس 4 لا اقول 1 اس 4، يعني مكان الس احط 1، زائد برضو هنا 5 ضرب مكان الس احط 1 يبقى 1 تربيع، ناقص 6 ضرب 1 زائد 8. انتوا عارفين الواحد مهما نضربه في نفسه هيكون بواحد، يعني 1 اس 4 المفروض اضربه في نفسه 4 مرات، 1 ضرب 1 ضرب 1 ضرب 1 هيظل 1. طيب واحد ضرب سالب 5 بسالب 5، لان الواحد محايد ضربي لا يغير في العدد. طيب زائد واحد تربيع برضه بواحد، واحد ضرب 5 بخمسة، برضه هنا 6 ضرب 1 ب6 زائد 8. هتلاحظ ان دي سالب 5 موجب 5 يعطيك صفر، لان اشارات مختلفة بنطرح، 5 ناقص 5 صفر، وهنا سالب 6 موجب 8 برضه اشارات مختلفة نطرح، يبقى 8 ناقص 6 كام؟ 2. ولاحظنا ان الثمانية اشارتها موجب، يعني الناتج النهائي لازم يكون موجب، لان اشارة العدد الاكبر اشارة موجبة. اكتب اربع حدود للمتتالية الحسابية التي فيها حاء واحد. يعني ايه حاء واحد؟ يعني الحد الاول، يعني انا عندي اربع حدود، الحد الاول اربع. طيب ودي متتالية حسابية، يعني هنزود او هننقص. الدال بثلاثة، الدال يعني ايه الدال؟ يعني الاساس. الأساس بثلاثة يعني المفروض إن أنا هزود كل مرة ثلاثة، يبقى أربعة هنزودها ثلاثة هتكون الإجابة 7، هنزودها ثلاثة مرة أخرى هتكون الإجابة 10، هنزودها ثلاثة مرة أخرى هتكون الإجابة 13، وبكده يبقى كوننا أربع حدود للمتتالية الحسابية. ولو كانت متتالية هندسية، افتكر المتتالية الهندسية أساسها اسمه راء، يبقى المتتالية الهندسية أساسها راء، راء هو الأساس، ومعناها نضرب مش نجمع، معناها نضرب في الراء. يلا ننتقل إلى السؤال التالي. إذا كان المقدار الجبري 2 أس نون لقيم نون 1 2 3 4 5 يشكل متتالية هندسية، فوجد الحد السادس. طيب إحنا لما نعوض عن النون بواحد ده الحد الأول، لما نعوض عن النون باتنين ده الحد الثاني، هو عايز الحد السادس، يعني نعوض عن النون بستة، يعني نقول 2 أس 6. 2 أس 6 يعني نضرب 2 في نفسها 6 مرات. واحد 2 3 4 5 6. طيب 2 في 2 ب 4. بعدين 4 في 2 هيعطينا 8. بعدين 8 في 2 هيعطينا 16. بعدين 16 في 2 هيعطينا 32. شوفوا 16 ضرب 2، 2 في 6 ب 12، 2 معنى الواحد. 2 في 1 ب 2 1 3 يعني يعطينا 32. اخر حاجه 32 في 2، 2 في 2 ب 4، 2 في 3 ب 6 يعني 64. يعني الحد السادس قيمته 64. اوجد محيط الشكل المقابل س في ابسط صوره. يعني ايه محيط؟ المحيط هو مجموع الاضلاع الخارجيه للشكل. طيب ده الضلع الاول مكتوب 2 س تربيع زائد 3 س ناقص 1. وهنا الضلع الثاني 5 س ناقص 3.
وهنا الضلع الثالث س تربيع زائد 2. طب والضلع الرابع؟ الضلع الرابع طبعا مش مكتوب، بس لاحظنا ان هو حاطط شرطه هنا وشرطه هنا، ده معناه ان الضلعين دول متساويين، يعني هنا برضه هيكون 5 س ناقص 3. ازاي نجيب المحيط؟ المحيط عشان نجيبه لازم نجمع الاطوال الخارجيه. طب ازاي اجمع؟ هنا المفروض عشان اجمع لازم اجمع الحدود المتشابهه، يعني اجمع طبعا 2 س تربيع زائد 3 س ناقص 1، هجمع عليها ايه؟ هجمع عليها 5 س ناقص 3، ال 5 س هنضعها تحت الايه؟ تحت السينات، واضح؟ وناقص 3 تحت الارقام. بعدين هجمع عليها ايه؟ س تربيع، س تربيع فين؟ تحت السين تربيع طبعا. طب وهل هنا في س؟ لا. يبقى هنكتب الاثنين تحت الارقام. شايفين هنا ما في س، ما كتبنا س هنا تحتيها. طب والثانيه هنا برضو 5 س ناقص 3. كده احنا عملنا ايه؟ عمليه ترتيب، يعني س تربيع تحت س تربيع، السينات اسفل بعض، الارقام اسفل بعض. يلا نبدا عمليه الجمع. 2 س تربيع زائد س تربيع يعطينا 3 س تربيع، لان هنا في 1 طبعا، 2 زائد 1 3. بالنسبه للسينات هنا 3 زائد 5 8، 8 زائد 5 13 س. وهنا الارقام سالب 1 وسالب 3 يعطينا سالب 4. سالب 4 موجب 2 يعطينا سالب 2، لان دي اشارات مختلفه نطرحها. بعدين سالب 2 مع سالب 3 تعطينا سالب 5، لان دي اشارات متشابهه، يبقى نجمع، يبقى سالب 5. طيب لاحظوا هنا ان انا لما جمعت، جمعت س تربيع مع س تربيع، وبعدين جمعت السينات مع بعض، وبعدين الارقام في النهايه، لانه لا يصلح الا جمع وطرح الحدود المتشابهه. ننتقل الى السؤال اللي بعد كده. بيقول لي تامل الشكل المجاور. شايفين هذا الشكل؟ لاحظتوا ان الزاويه 30، هنا الزاويه قائمه 90، هنا الخطين دول متوازيين، طبعا هنا في تناظر بين الزاويه هنا والزاويه هنا، يبقى لازم الزاويه دي برضو تكون 90 مثلها، لانه يوجد تناظر، تمام؟ طيب دلوقتي انا عندي بيقول لي اوجد قياس الزاويه الف هاء باء، الف هاء باء. خلي بالك وانت بتقرا الزاويه ركز على الحروف اللي انت بتقراها، الف هاء باء. لاحظت ان الزاويه اللي انا عايزها هي الزاويه اللي في النص، الهاء، يعني انا بدات بالالف دي البدايه، بعدين الهاء راس الزاويه، بعدين النهايه باء، يبقى انا عايز الزاويه دي. طبعا الزاويه دي قياسها كام؟ قياسها 90 درجه، احنا جبناها دلوقتي بالتناظر. طيب بعدين بيقول لي اوجد قياس الزاويه الف ج د. فين الف ج د؟ تعالوا نجيبها بلون اخر. الف ج د يعني هذه الزاويه، شايفينها هذه الزاويه. طب الزاويه دي كيف اجيبها؟ لو انت لاحظت ده مثلث قائم الزاويه، المثلث الكبير الف د ج مثلث قائم الزاويه، والمثلث القائم الزاويه مجموع زواياه كام درجه؟ 180 درجه. طب انا عندي زاويتين معروفين 90 و30، يبقى لازم اجمعهم 90 زائد 30 يديني 120 درجه، نطرحها من ال 180 يبقى الصفر ينزل، 8 ناقص 2 6، 1 ناقص 1 0، يعني 60 درجه، يعني الزاويه دي لازم تكون 60 درجه. او بطريقه اخرى ممكن نطرح 90 ناقص 30، لان في المثلث القائم بما ان في زاويه قائمه لازم يكون مجموع الزاويتين الاخريتين لازم يكونوا برضو 90، لازم يكونوا 90 درجه، فبالتالي ممكن نطرح على طول 90 ناقص 30 يعطيني 60. 90 ناقص 30 يعطيني كام؟ 9 ناقص 3 6، يعني 60، لان طبعا دي زاويتين متتمتين مجموعهم 90 درجه. طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده. إذا كان س زائد 3 ص بيساوي 7 و ع بتساوي 2، فما قيمة هذا المقدار؟ لاحظ هذا المقدار فيه أقواس، لازم أفك الأقواس بخاصية التوزيع. س زائد 3 في ص ب 3 ص، و 3 ضرب ع ب 3 ع. لاحظ هنا س زائد 3 ص قيمتها موجودة أصلاً. س زائد 3 ص بتساوي 7، يعني ممكن أشيلها كلها وأكتب مكانها 7. زائد 3 ع، العين برضو قيمتها موجودة، العين ب 2، يعني ما أكتبش العين وأكتب 2 مكانها. هنا في ضرب وفي جمع، المفروض ان انا اعمل الضرب الاول، 3 في 2 بكام؟ ب 6، وبعدين 7 زائد 6 13، وبكده يبقى حلينا السؤال. تعالوا ننتقل الى السؤال التالي. بيقول لك في المستوى الاحداث التالي ارسم مثلث ا ب ج الذي فيه ا 1 و1 والباء 1 و3 والج 3 و2، ثم ارسم صورته تحت سير انسحاب مقداره وحدتين في الاتجاه السالب لمحور الصدد. أول شيء نرسم المحاور، يلا نرسم المحاور مع بعض. مثلا أرسم المحور الصادي اللي هو المحور الرأسي، وبعدين المحور السيني، بعدين أكتب الأرقام
هنا طبعا ده السين الموجب وده السين السالب، هنا واحد اتنين تلاتة، خلي بالك كل رقم على خط، خمسة ستة سبعة تمانية، هنا نفس الشيء سالب واحد. اكتب الأرقام بخط صغير وتكون على الخطوط، ما تكتبها بين الخطوط، ما تقربهم من بعض جدا أو تبعدهم عن بعض، لازم تكون المسافات متساوية. هنا نفس الشيء ده الصاد الموجب وده الصاد السالب، هنا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، كل رقم على سطر برضو، سالب أربعة. يلا نرسم النقطة ألف واحد واحد. أول ما نبدأ الرسم نبدأ دايما من محور السينات، يعني نبدأ الأول من السينات، يعني واحد وبعدين نرتفع فوق إلى واحد، يعني ده الألف، بعدين باء واحد وتلاتة برضو من عند السينات واحد، ونطلع فوق لعند الصادات تلاتة هنا كده. طيب جيم تلاتة واتنين، تلاتة واتنين هنا كده، دي الجيم. بعدين نوصلهم هيطلع لي مثلث. يلا نوصل، طيب وصلناهم طلع لي مثلث. ثم ارسم صورته تحت تأثير انسحاب مقدار وحدتين في الاتجاه السالب لمحور لمحور الصادات. يعني ايه اتجاه السالب لمحور الصادات؟ انتوا عارفين الاتجاهات الاربعه اللي هو اليمين ويسار وهنا اعلى وهنا ايه اسفل. طبعا انتوا عارفين ان المحور الافقي هو محور السينات، يبقى السينات الموجبه ناحيه اليمين والسينات السالبه ناحيه اليسار. اما الصادات يا اما اعلى يا اما اسفل، الصادات الموجبه لاعلى والصادات السالبه لاسفل. طبعا هو قال لي في الاتجاه السالب لمحور الصادات، يعني هنتحرك لاسفل، هنعمل انسحاب لاسفل مقداره وحدتين يعني مربعين. يلا نعمل انسحاب، ادي الالف اهي، هنعملها انسحاب لاسفل وحدتين، واحد اتنين، يعني الالف شرطه تيجي هنا. طب والباء؟ واحد اتنين تيجي هنا، الباء شرطه. طب والجيم؟ واحد اتنين تيجي هنا، دي الجيم شرط. وبعدين نوصلهم، وصلناهم طلع الشكل الجديد بالانسحاب المطلوب. تمام، النقاط الجديدة اللي هي ألف شرطة ممكن نطلعها، الألف شرطة والباء شرطة والجيم شرطة من الرسم. هنا الألف شرطة مكانها هنا تحت، واحد وسالب واحد، والباء شرطة، الباء كانت هنا، الباء شرطة هنا، واحد وواحد. الجيم شرطة على الخط نفسه، يعني تلاتة وصفر، لأنها لا ارتفعت فوق ولا نزلت تحت. وهذا هو الانسحاب. الانسحاب من الحاجات المهمة جدا جدا، فانتبهوا لها. برضو كمان معرفة الأرباع، ده الربع الأول وده الربع الثاني وده الربع الثالث وده الربع الرابع. فمثلا لو النقطة موجب وموجب، يعني الأحداث السيني موجب والأحداث الصادي موجب، بتكون في الربع الأول. لو كانت سالب وسالب، السين سالب والصاد سالب، في الربع الثالث. اما لو كانت سالب وموجب، يعني السين سالبه والصاد موجبه، في الربع الثاني. ولو كانت السين موجبه والصاد سالبه، في الربع الرابع. انتبه لان ممكن تجي لك في الاخطر تحديد مكان الربع الذي تقع فيه النقطه. تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده، وده اخر سؤال. افرغ سائل حجمه 1024 متر مكعب في خزانين متساويين في الحجم على شكل مكعب. يعني المفروض ان ال 1024 دي عايز افرغها في كام خزان؟ في خزانين على شكل مكعب، كل خزان منهم على شكل مكعب. تمام، يبقى كل واحد هياخد النصف. طيب تعالوا نجيب النصف، الف وهنا اربعة وعشرين، صح؟ نص الالف كام؟ 500، ونص الاربعة وعشرين كام؟ 12، يعني 512، يعني كل واحد فيهم ياخد 512 متر مكعب. طيب هو بيقول لي اوجد حرف المكعب، يعني انا عايز طول الحرف. وزي ما اتفقنا اذا كان الحجم بيساوي لام تكعيب بتاع الحجم المكعب 512 متر مكعب، لازم اجيب طول الحرف عن طريق الجذر التكعيبي. يبقى طول الحرف ان انا اجيب الجذر التكعيبي ل 512، ممكن اجيبه بالتحليل او ممكن اجيبه بالطريقه السريعه اللي احنا نكون حافظين ال 512 جذرها التكعيبي كام؟ 8 متر. يبقى اذا طول الحرف للمكعب الواحد 8 متر. او تحللها 512 ده عدد زوجي يقبل القسمة على 2، 5 على 2 فيها 2، 2 في 2 ب 4 يتبقى 1، تبقى 11 هنا،
11 على 2 فيها الخمسة، خمسة في 2 بكام؟ ب10، ويتبقى 1 هنا 12، 12 على 2 فيها 6، وهكذا نقسم على 2، 2 قسم 2 ب1، 5 فيها كام؟ 2 فيها ال 2، 2 في 2 ب4 ويتبقى 1، 16 على 2 فيها 8 نقسم على 2، 12 على 2 فيها 6، و8 على 2 فيها ال 4 نقسم على 2، هنا فيها 3 وهنا فيها ال 2 نقسم على 2، 32 على 2 فيها 16 نقسم على 2 فيها 8 نقسم على 2 فيها ال 4 نقسم على 2 فيها ال 2 نقسم على 2 فيها ال 1. كم 2 طلعت؟ 1. طبعا الجذر التكعيبي كل 3 نطلع منهم واحدة، كل 3 متشابهين نطلع منهم واحدة، كل 3 متشابهين نطلع منهم واحدة، يبقى 2 في 2 في 2 يديك 8، يبقى 2 في 2 في 2 يعطيك 8. لو مش عايز تحلل ممكن تكون حافظهم الأرقام اللي أنا كتبتهم لك في الأول، هيكون سهل عليك تطلع الإجابة بسرعة. وبكده يبقى خلصنا مراجعة الصف السابع، المراجعة الشاملة. ولو أنت عندك أي مشكلة في أي سؤال أو في جزئية أنت ما فهمتها ممكن تتركها في التعليقات. طبعا اعمل لايك وشير للحلقة لو كانت عجبتك، واعمل اشتراك في القناة لو انت اول مرة تزورنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.